بودكاست عبود ماكسينج متلاشي الجزء الثاني. مرحبا سواد، هل تسمعني؟ ها نعم، ماذا تريد؟ هذه رسالتي الأخيرة إليك. يؤسفني جدا أنها ستكون رسالتي الأخيرة إليك. كنت أتمنى أن أمضي ما تبقى مني ومن آخر قطرات دمي معك، لكنك لم تحتفظ بي جيدا. يؤسفني أن ينتهي كل هذا الجنون. لقد أسرفت في المسامحة للحد الكافي، ولست في ذلك السوء أن أقوم بهجرك بسهولة. أسرفت في كل ما عندي لإصلاحك، لكنك مستمر على نفس الخطأ. بعد جميع المحاولات أصبح الهجر واجبا علي، وليس هنالك إلا طريق واحد لكي أبتعد مسافة عكس اتجاهك، لأبتعد عنك وعن كل ما كنت أعيشه. كنت قمري في تزاحم النجوم، كنت جميع ما أملك في بؤسي، لكن أعترف كان وجودك في حياتي إضافة جميلة ومميزة بالنسبة لي. لقد كنت خيبة أمل، وبالنسبة لي أعود إلى وحدتي وملجأي الوحيد مع خيبتي، وأعتكف أكثر مما في الماضي مثل بيت قديم متآكل مع القيود والسلاسل على مدخله، ولا يمكن لأي أحد الدخول إليه. أما أنت خسرت نفسك عند شخص كنت كل ما يملكه في حياته. على أي حال لا ينفع الندم. أتمنى أن تكون سعيدا بعمقي يا سواد. هل أنت بخير أم تتألم لألمي؟ حتى أنا ونفسي لم أعد أعلم ما أشعر به. وآخر ما تبقى من حياتي وحياتك أمضيها بداخل جسد الميت. أو تعلم يجب عليك الرحيل، هنالك الكثير من أمثالي، ولكن ليس الجميع مثلي ولا سوادهم سوادي. أنا لن أرحل، سأقبع بداخلك دوما حتى إن مت. إن مت اليوم أم مت غدا سأكون دوما بداخل جسدك.